مصاري الشغل طلبيات كله ماشي؟ كله ماشي وكله على خير ما يرام وكله طالع. والشكات خبيبي كل امورها تمام؟ الحمد لله رب العالمين يا معلم. العمال مبسوطين هوني؟ كله كويس الف الف وكله بقول الحمد لله. يعطيك العافية حبيبي. اهلا اهلا. ممتاز حبيبي ممتاز. يعطيك العافية حبيبي. هلا معلمي حيا الله. كل شيء تمام؟ يا معلمي. كين حبيبي؟ بدك تظبط لنا المعيشة شوي، والله بنتعب يا معلمي كثير. يا حبيبي أنت شايف عفو ده مش ماشي شوية حبيبي شوية. هي اسأل الأستاذ محمود هي بشوفنا شغالين يعني 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 الوضع والله ما هو مساعد. والله بيتعبوا يا معلم، ظبطنا إن شاء الله إن شاء الله حبيبي إن شاء الله إحنا لقدام إن شاء الله إحنا حبيبي نزيد كل واحد 20 شيكل كويس؟ 20 شيكل. خاف من يوم خاف من ربك يا ابن الحلال، خاف من الله. قول له محمود انه ما في شغل حبيبي جوا، ما في شغل. يلا بدكم تسيروا بدكم تتحملوا قبل ما تتحسن. من سير من سير. يلا يعطيك العافيه حبيبي. رح نموت ونعيش واحنا من سير، بدنا نشوف نتلقى فينا من سير. بس انت حبيبي تفضل مستر محمود. اهلا معلم. اهلا وسهلا يا معلم. يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي، ايش انت ابي مالوني؟ شو ابي مالوني انت حبيبي؟ هذا الخطاني انت حبيبي. انت قديش بياخذ مصاري هون؟ كم كسف انت هون بياخذ؟ كم كسف قديش بياخذ انت مصاري؟ 2000 شيكل. 2000 شيكل هيك يا حبيبي. 2000 شيكل. فيشتوك فيشتوك. استنى لو سمحت اسكت. لو سمحت استنى يا معلم. بدك خلص من الموضوع يا حبيبي. بديش اسمع ولا كلمه. انت مش فاهم. انا بديش اسمع ولا كلمه لو سمحت يا معلم. لو سمحت بديش اسمع ولا كلمه حبيبي. خلاص سكر الموضوع. انا بطلت استوعب. 2000 شيكل بياخذ؟ معلم استنى يا معلم. لو سمحت قلت لك. استنى يا معلم بتسوي غلط. لو سمحت لو سمحت انا ما بديش اسمع كلام. هو وقف. انا بدي اعطي 2000 شيكل. يلا حبيبي 2000 شيكل. يلا خبي انا هذا منظر مش بحب اشوفه هون. يلا يلا اسخى حبيبي انا بدي اشوف وجهك هون. يلا روح من هون. زوز زوز من بو. يلا ليخ 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 من بو ليخ من بو ليخ من بو ليخ من بو. يلا روح روح من هون روح. يا حبيبي انا قلت لك انا بخب اشوف حضرتك. يا الخيط انا بخب كل عمل وحط راسه في شغله. بحب كل واحد يشتغل حبيبي. ايش اسمه هذا عمل هوني؟ وي عليك يا شمعون وي عليك يا شمعون وي انا بدي اضل افهم فيك يا شمعون. ما كان حبيبي انا شو سويت يا حبيبي؟ يا معلمي هذا تاع البيتزا اللي بيشتغل في نفس المنطقه جاي ياخذ طلبيه الشباب. يعني هو مش بيشتغل هون؟ اه يا حبيبي مش بيشتغل. ليش حبيبي ما حكيت لي؟ إلي ساعة بدي أفهمك وانت رح اسكت اسكت اسكت. خبتي 2000 شيكل شو صار فيهم؟ 2000 شيكل طاروا. وين طاروا حبيبي؟ الحق يا معلم. يا ليك شنو؟ طاروا المصاري طاروا المصاري.